البطل اللي ما يصير هي البطلة للسيزون 17. هاي البطلة من أول ما جبتها كنت حاطط أمل أن تنجح في هذا التحدي، فرحت حصلت هاي الشخصية ورحت مكستها للليفل 11 وجبت لها تقريبا أفضل عندي كجهاز كستار باور وكجير. فشخصيتي حاليا تعتبر ماكس بشكل كامل. كل اللي علينا اليوم أن نقدر نلعب كل المودات ونلعب بس مع راندومز ونوصلها 600 كاس. لو خسرنا بمود واحد هذا المود حيختفي. فما معنا كتير فرص، ولكن حاط امل بمايسي انه قدرنا نعمل هذا التحدي. صار تقريبا يا شباب ما ادري كم 4 فيديوهات او 5 فيديوهات من هذا النوع وللحين ولا بطل عمله، فاتمنى نقدر ننجح. Need a change of plan. المرة الجاية بنحل الموضوع عندنا مود زيادة، تمام؟ فهذا الشيء حيساعدنا أكثر. عندنا هذا المود تبع الهوت دوغ، فحنحسبه مود لأنه صراحة مود موجود بالليبي حاليا، فحنحسبه مود بشكل طبيعي. عندنا هون مودين 3 4 5 6 7 8، مع عندنا 8 فرص. 8 فرص لازم ناخذهم بشكل كويس وما نخسر كثير، أوكي؟ بس طبعا شغلنا أوريدي هي الشخصية ما كثير مفيدة وما كثير كويسة بسبب إنه ما أدري السوبر تبعيتها ما كثير كويسة وجاهزة تبعها يعني ما احس كثير ضابطه تكون بالسولو شو داون. انا اوريدي شخصيه ما لعبت فيها غير بمود الكره يعني من 0 ل 500. طب ورات وضعي كثير كويس، اصبر لو وصيت ذا بعد. اوب اوهو يا الكل حركات الجهاز بعد. قول لي يا الكلات، ثواني ثواني ثواني، لعبوها يا شباب، احنا بموقع كثير زفت. البايرون اقسم بالله لو شفتك حشقك، تمام؟ مسوي تضرب، مسوي تضرب ليه؟ مسوي تضرب ليه؟ المشكله ما في هون هيل هون يا شباب. القم يا زفت يا الخايس، كافي نشب يبي الكل يبي الكل، ضيع علي اول مود يا اخي بايرون. اوكي شباب اوريدي انا مود الهوت دوغ انا ما كنت يعني حاط لها فرصه كثير يعني، بس كذا اوكي جاي اسلك نفسي. مش قادر الباب خياس، هذا الباب كله تانكات او كله شيء، يا الله كيف افوز؟ شكل الخطه كمبره يا شباب، عارفين ما في امل لما يصير انها تفوز. شوف خط الوسط الحين كله بيكون عشب حالي. هولي هولي باقي ستي يا شباب، باقي ستي باقي ستي باقي ستي، وضعنا حلو. انا متاكد يا شباب لو رحت هناك حشوف الموت بعيوني. اوه كفو بوكو، وصلنا 4 نايس. الحين الخطه نزول بوكو، قول انا مكشوف. اوه مسحت البوكو بعد بيد وحدي. اح ضد بول يا شباب، لا الاستسلام، لا الاستسلام يا شباب. اوب بول يا حرام، مثل مكبوس السوبر لازم يكون قابسها بكير. خطا خطا بس ما هيك وضعنا حلو، 8 كؤوس. اوكي 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 وضعنا حلو. دوش اظن الاغلب حيكون احسن، بس معي قص. ليش معي قص؟ المفروض معي جاكي او هدول الشخصيات اللي بيعرفوا بالميد، بس اوكي بنحاول بنحاول. ولا في تيم تحت بعد. هولي هولي، قص اورب قص اورب، اترك الباورز قص قص قص، لا قص. لازم احنا الثالث صرت نحسب خساره، حاسبها خساره لانه احنا نلعبها بس على الاول والثاني، لساتنا باول فتله وخسرنا مودين. حلوين حلوين، اعطينا ينفع خط وسط، بروح خط وسطنا يا شباب. تبون تروحون يسار يمين؟ كنا وسط حبيت، هاي الميتل الجديد يا شباب شو عرفكم؟ شيلي 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 يسارنا، شيلي لو جت حتفشخنا. سوكيك ضرب 3 ضربات على له عشان يشيله، دريت يو شيلي. خليني ادف الشيلي هيك. اوكي سوبر ابو كلب، نايس نايس كفو كوليت، حلوين. قول لك كوليت اخذ معه الشيلي، لا ماتت كوليت كوليت كوليت، انت الامان كوليت يلا نايس. اوب لولو لولو، ليش لو سحب عليهم ضربني لي اخر ضربه؟ ما جابوا الكل ماش، بس معنا اذا جابوا جوهرتين خلاص. شباب ما نبي خساره مود زياده، يرحم اهلكم. اوه يا اخي والله قاعد اكري وربي قاعد اكري يا شباب، السوبر تبعته. اصبر في احد فواحد يجي. اوكي اوكي انا راضي انا راضي، حلوين واخيرا سنفوز وانا نجم المواجهه بعد. يس سير، مود الكرة حسيت رايحين من افضل مودات لها بسبب السوبر، انك تقدر تمنع الاداء او انك تقدر تحط فيها جول، فحرفيا ما يسوون رهيبي. ايش قاعد يصير؟ ايش ذا الماب اصلا؟ والله السوبر يا اخي. لا اوكي كان ضربت بروك. هلو بيبي جيرل، هلو بيبي جيرل، يا الله يا الحركة احبها، يوم اضرب جهاز وكذا انط عليهم. ابعد هش بس انت بعد، روح كذا لو تعطيني باص، لو تعطيني باص اعطيني باص، هذا مش باصي. ايش قاعد يصير معك سبراوت؟ بعد ايش الباص؟ بعد ما رسبن ابوي بعد؟ ليك سبراوت شو قاعد، سبراوت انت صاحي؟ قاعد يسكر بعد ورب انه مريض. لا 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 لا، اوكي ما ادري ايش جد جهاز بس اوكي. بام 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 لما فيك بام 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 يا حرام. اوكي البروك افك
يلا 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 بليز بليز باب. شكرا شكرا اوريدي كان الجول فري. لا نايس بروك. مش مو بس معي ما تفضلت بعد البروك ذا كيوت. نايس نايس جيم نايس جيم نايس جيم. من ماتش بيبي او شفت الجيم ليه بعد حبيت حركات. ها حركات حركات. لا شباب دخلت مود كرة مرة ثانية يا اخي. والله يدي متعودة تدخل كذا المود مرة ثانية بسرعة. معليش معليش بس يا رب ما نخسر. وانا على طول ادخل مود كذا مرة ثانية بسرعة يكون نهايتها خسارة. فان شاء الله ما يصير شيء. انطم بوكو عاد بعد خربت على البز المسكين. انطمنت. اوه يا الكل خليه يطلعوا الاولاد بس. ابعدهم هيك ابعدهم هيك. بس سوي شيء يرحم اهلك. قاعدين نشك بز. يا الله يا شباب يا شباب وين تيمي طيب؟ ايش قاعد يسوي ذا بعد؟ حلو؟ حلو؟ ايش قاعد تسوي باز؟ ايش قاعد تسوي؟ مسوي تتروّل؟ روح يلا. يا خصم السوبر كنت. ابعدوا هيك؟ يا الله لو اقدر سوبر ثاني. وين ليش البوكو ورا؟ يعني ليش انت الهيلر ضل ورا؟ وتيمي قاعد يعاني هناك. خليكم هيك بس. شكرا بوكو. خليه يطلع الاولاد خليه يطلع الاولاد. يا شباب يا شباب والله مو طبيعي وربي مو طبيعي قاعد اسوي مو طبيعي بس ما في حد يقدر. معي سوبر معي سوبر. لا 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 يا اخي ربي حرام وربي حرام. مهطف وربي انكم مهطف زينكم مهطف. يا الله يعني بالله عليكم ما هيك حرام نخسر الجيم ما حرام. شو دمج 90,000 ايش كنت تسوي باز؟ شكرا شكرا لاحسن تيم بالعالم. خسرنا اهم مود بالليبي واللي هو مود كرة العراق. ايش اسوي بحياتي انا هلا؟ اصلا تنفع هون اي شخصية؟ ما ادري بس نحاول نعمل شيء فيها. واللي اعطاه اياهم بالسبون. يعني لو كنت بروح اضرب سوبر ما حتفيد. بروك بروك بروك. اضربهم عليك اضربهم عليك. يا اخي قلت لك اضربهم عليك. السوبر تبعيتها رهيبة يوم تنزل الكرة تروح تضربها بعد. شباب وين طرتم؟ هولي تيم طار. ما يقدروا يجيبوها ما ماش ما. اوه طبعا انا المنقذ. ماتش في بي ليتس جو. الخزني ما ادري يعني كيف هدمج بس اظن ممكن العبها دفاع بشكل حلو بالسوبر. لو رحت يمين يسار اوه اشياء ممكن تنفع وقتها ممكن تنفع غير كذا اعتقد حلكم. شاب في بني ادمي هون. خلاص شلتها بعد. نايس تيمي قاعد يدمج. اوه 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 اوكي جاهز ابو كلب. هذا ادقال لا يروح يدمج بس خليه 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 ادقال يدروب. دار يروح عليه. انطمه بس انطمه بس. لازم الحين نروح ندمج بعد. اصبر عندي سوبر عندي سوبر عندي سوبر. قول لي يا السوبرات. ولا بس كانوا الشباب صار يدمجونا بعد. هاي مشكلة هاي مشكلة هاي مشكلة هتكون مشكلة. هولي لا ضيع السوبر ضيع السوبر. يا شباب من قاعد يدمج خزنتنا يا شباب. الكوب هون. مو طبيعي الجيم مو طبيعي مو طبيعي يا شباب مو طبيعي. هذا ابدا مش جيم اوكي هذا ابدا مش جيم لازم نخسره. ما ادري ليش فجاه تركوا الكولت يضرب ويضرب ما حدا طايب وجه. يعني ما ادري وش اللي تفكروا فيه. اقسم بالله مو عادل والله العظيم مو عادل. يعني الجيم الكره وجيم الخزنه ده والله حرام اخسرهم وربي قاعد يشتغل شغل الارض. جيم الجايزه المفروض جايزه تكون كويسه في حبتين بس مش انه هي كويسه. انا قاعد اسوي شغلي مو المشكله من الشخصين المشكله من الحميل اللي قاعدين يدشوا معي.
يلا فيكل 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 بطة مطة مطة. ما جابوها؟ اوكي شكرا. كسر بعدها. نايس قاعدين نتفسخ. اوكي 14 10. نايس 16 10 تيمي نازل تفيد. جبت الكيل. جابوا ربي وربي يا ما ادري والله يعني ما طبيعي. ليش كذا التيمات سيئة؟ ليش؟ مستحيل يا شباب مستحيل انا بقول لكم يا مستحيل نوصلها كذا بدون المودات، لانه المودات مش موداتها اصلا، الجواهر ممكن يجي منه ولكن سولو. ايش شوف الماب؟ ابي الصندوق يا شباب. اوكي انا ما ادري ايش قاعد اسوي، ما ادري ايش قاعد اسوي. جبت ايد بالسولو كمان يا اخي اكره. انا مودي مش مود السولو. نايس شباب حننزل كوستر لحال ما كنا. هذا حرفيا ممكن يكون اسوأ شخصية عملنا فيها التحدي. اسمع خلينا نخلص بعدين نشوف ايش حيصير. هو ضدنا عاملين الميت الجديد يا شباب الكل ميت. اوب لا اعطاني لاني ما يموت الكلب يا شباب. احد يشيل عني هالبط الزفت. حلو تيم جاب الجواهر. نايس يلا بليز لا تموت بليز لا تموت. الجروم انت ليش هناك اصلا؟ كويس انه ضدنا مهطف. والله كان بيقتل الجروم. كويس انه ضدنا مهطف. باقي لنا حرفين يا شباب بس مودين، مود الكرة ومود مود كرة الطائرة مش كرة، يا ريت الكرة، مود كرة الطائرة ومود جمع الجواهر. نايس جول بعد. تخيلوا نرفعها بدون المودين، تخيلوا بس. روحي ما عليك روحي. هلو بيجرز، ما ادري ايش انا هون بس احس جيت اتونس. لو معي سوبر كان تنفع الخطة تصدقوا؟ لو نضل نضربها هيك كذا قدر اروح انا بالسوبر؟ لا. ليش فاتت جول؟ نطلع من ايش لا؟ ماشي والله كلوز. اوكي بابر عليك الكرة. البول اوريدي ميت ميت فقال لك بطش عليهم حالي بس امشي جبنا الجيم وماتش ام في بي بعد. حلوين. ولا شوف الفايت. اوه ايه هذا احسن من فايتات البطولات. ذا المهم كويس لما يصير تصدقوا. نايس راح اعطاهم الجواهر جين حبيت. هذا تحمس بالفايتات تبيته. انا برجع الجيم. لا طب جين يا بني ادم جين. انا اسوء من هيك لاعب ما شفت. انا اسوء من هيك لاعب. قاعد يشحط البطه يا شباب. قاعد يشحط البطه. سحب على الجواهر وسحب على الجيم يمين. قاعد يشحط بطه. قاعد يشحط بطه. انت متخيل انه قاعد يشحط بطه؟ متخيل؟ شباب ارحمني يا جينك. امشي لك امشي لخدهم. مو طبيعي ذا الجين. مو طبيعي اقسم بالله مو طبيعي ذا الجين. اوكي لازم بام تضل لازم بام تضل بالميت لانه باقي لهم جواهر بعد. شيل ذا بعد. نايس. مو يا شباب ارتفع ضغطي. انا اقسم بالله ارتفع ضغطي. ارتفع ضغطي. اوكي كان يجي معنا بعد راندومز. كان يجي معنا راندومز سيئين بس مو لهالدرجة. والله مو لهالدرجة. هيلا هوب هيلا هوب بعده. ماشي. اوه والله كانت كلوز. لو اني متاخر فيها بس ثاني زيادة. بس لا تضربها بالسبون. بعده. يا الله رهيبي. ايش قاعد يسوي ذا؟ لا 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 لا. اوكي. اوكي. اوكي اخر مود يا شباب مود جمع الجواهر والصراحه انا فايد لمن يعني انتم شفتوا من اللعبه وشفتوا كيف العالم عم تلعب معي. الغلط مش غلطي والله انا قاعد اسوي شغلي. جين 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 جين. اوكي وان شوت وان شوت وان شوت. ولا تيبي قاعد يموت من بيبي يا شباب. شوف فانج شوف فانج. اي اضرب 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 سبام اضرب. اوه كله اوت ايم شغال. اوت ايم الفانج. انا لو ولا هذا بشخصه جيستر المسكين. حلوين ده مو بس هم شخصين. اوب مات بعد. شباب البيبي يا شباب شباب الفانج والله انك ضربت انت تقدر تشيل البيبي. اح فانج. انا كنت متوقع هذا الشيء الصراحه. كنت متوقع هذا العيد من فانج. اوكي جي اوه